أنا آسف إني متصل عليك الحين. لا عفا عليك عادي. صراحة من شفتك أمس وأنا قاعد أفكر فيك. شنو يعني ما فهمت؟ يعني أنا معجب فيك. على طول كذي؟ يبا أنا ريال ما أحب ألف وأدور. بصراحة أنا أبي أتقدم لك. وإذا ما عندك مانع هاليومين أيي ونبلج. إيش قلتي؟ لحظة أبو ظاري لحظة. أنت شلون تبي تتقدم لي وأنا ما أعرفك عدل ولا أنت تعرفني عدل؟ عادي. يبا عقب الزواج بنعرف بعض ونشبع من بعض. مو لازم الحين نعرف بعض، عندنا وقت. والله ما أدري إيش أقول لك، أنت صدمتني كذي. خلني أفكر بالموضوع. خوش، خذي راحتك. عموما لا تنسين أبي تجين على الغداء اليوم. خير إن شاء الله. شو تسوون هني؟ ما تستحون على ويوهكم. شنو معسكر؟ تت يلا داخل. إن شاء الله. يلا انت ثاني خلصين اللي طالعين. يلا جم شيك جر ورا امك. يلا خلص. ايش فيك؟ شنو تحاجين؟ فارس. ايوه ليش مصدومه كذي وطاقتك البوها؟ فارس قال يبي تقدم لي. صدق؟ اي والله وانفتحت لك يا امينه وانفتحت لك يا طيبه. انت من صدقك؟ اصلا انا ماني مستوعبه هالشيء. ليش يمه ليش ما تصدقين؟ ايش فيك؟ ايش ناقصك؟ كلك زين وحلات وسنع. يعني عادي اوافق اتزوج؟ اي عادي. اصلا بضاري المفروض ما تطوفينه. والله ما أدري شو أقول لك، يعني الموضوع يخرع، يعني أنا ارتبكت بصراحة. المهم قولي لي، في غدا ولا لا؟ إيه في، وهو يقول لي لا تنسون اليوم غداكم. إيه عيل حلو، وأهم شيء تكشخين اليوم، أبي لما يشوفك يكون متفاجئ. يعني معقولة هو حبني؟ وليش ما يحبك؟ إيش ناقصك؟ الحلا والدلع والسنع والمنع. حبيبتي انت اللي يشوف وجهك ياخذ طاقه ايجابيه. وجهي؟ اي انا. اي وجهك قمري طاقه ايجابيه. انا اللي اول كل ما شفتي وجهي قلتي يا ام وي ودر يلي سد الرزق. انا وهاي امينه قبل هالحكي لما كنت صغيره، الحين غير. الحين كبرتي وصرتي حلوه وزينك وزين كشختك. انت تعرفين لما تعطرين انا شمعطرك من هناك. اي الحين انت مبخر يمشي. انت الحين قاعد تشجعيني اتزوج مره ثانيه ترى. اي ما فيها شيء يمه، تزوجي الشرع حل الاربع، ليش ما تتزوجين؟ اقول اهم شيء الحين توهين تطلعين وتختارين اللبس اللي تلبسينه. يلا قومي. يلا يلا يمه يلا يلا يبعد عمري يلا.